بعث صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تهنئة إلى قائد الكتيبة الخاصة 83 ولفريق قوة دفاع البحرين الذي حقق المركز الثالث في مسابقة أفضل فريق قناص دولي الثالثة والتي أقيمت في جمهورية تركيا. وعبر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن أجمل التهاني وأطيب التبريكات بهذا الإنجاز الكبير. وقال صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنكم استطعتم خلال هذه المسابقة الدولية من تمثيل مملكة البحرين خير تمثيل، وظهرتم بالمستوى المشرف الذي يعكس مستوى التدريب الراقي الذي يحظى به العسكري البحريني. وأضاف صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل من الله عز وجل، ومن ثم بالرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وجهودكم المخلصة التي بذلتموها لرفع علم مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي.